انت لو بتحب مصطفى بجد ايوه ما تروحش تبلغ، وادينا فرصه نكفر عن ذنبنا بان احنا ناخد بالنا من ابنه ومراته، ولا يا مختار؟ عين العقل يا سعد اخويا، عين العقل. ولعلمك بقى موته ده علامه من ربنا. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا اتجننتوا؟ وعلامه ايه اللي بتتكلم عنها؟ طبعا علامه، امال موت مصطفى ده ساتر من ربنا على ذنبنا، زي ما يكون ربنا بيقول لنا كده روحوا هديكوا فرصه اخيره عشان تتوبوا. ما تحرمناش انت بقى من الفرصه دي يا اشرف، ده احنا اخواتك، ولو بتحبنا بجد ساعدنا في ان احنا نتوب. لا نورا، انتي نمتي حبيبتي؟ ايوه يا ماما، في حاجه؟ لا ابدا، اصلي قلقانه ومش جايلي نوم. قلقانه من ايه بس قوليلي؟ مش عارفه، حاسه ان انا مخنوقه وقلبي مقبوض، مش عارفه ليه. هتشار عليك يا ماما، في ايه؟ قلقتيني. اخواتك قلقني قوي، دماغي عماله تجيب وتودي طول الليل، مش عارفه ارتاح. هما لسه تحت؟ ايوه، واقفلين على نفسهم وعمالين يتودودوا، مش عارفه بيعملوا ايه. يعني هيكونوا بيعملوا ايه يعني يا ماما؟ ما ده اللي مخوفني، خايفه يكونوا بيخططوا لاي حاجه يظلموا بيها نفسهم ويظلموا بيها غيرهم. زمان لما كانوا بيتجمعوا مع بعض كنت ببقى فرحانه بيهم قوي، كان ده بيتكلم مع ده وده بيشتكي لده وده بيساعد ده، انما دلوقتي اول ما بيتلموا بقول سترك يا رب. اخواتي كبروا يا ماما، وكل واحد فيهم بقى مسؤول عن نفسه، لا هينفع تمنعيه عن اللي في دماغه ولا هينفع تحرميه من مصروف لما يغلط زي زمان، خلاص بقوا رجاله. يا ريت يا ريت كانوا فضلوا عيال عشان كانوا يبقوا في حضني ولمهم زي زمان، يا ريت. كده بقى يبقى تمام التمام، بحسابات الورق والقلم المشروع هيكفي ويغطي التزاماته، ومن اول السنه الجديده كل المكسب صافي لينا. يا سلام، وانا دلوقتي بقى ابتديت اتفائل بالايام اللي جايه. ايوه الحقنا روف بيه، كارثه كارثه. في ايه؟ اكتشفوا بقرة الانفلونزا تطير في مزرعتنا وشمعوها بالشمع الاحمر. ايه دي ظروف خارجه عن ارادتنا يا رؤوف بيه، كارثه طبيعيه زي البراكين والزلازل. طب والطلبيات اللي عندنا؟ ايه ده يا رؤوف بيه، كل شيء وله حل، نروح نتفاهم معاهم نديهم الفراخ العيانه ونسيب السليمه وسمعتنا وسط العملاء. ضروري الخبر ده انتشر والناس كلها عرفت بمصيبتنا. يا باشا هذا الموضوع لسه في اوله، يتلم في المديريه بقرشين ونخلص ولا حد يقدر بينا. طب والعمل هنتصرف ازاي دلوقتي؟ رؤوف بيه رؤوف بيه، الفاكس ده لسه واصل حالا من الهند، بيبلغونا بلغه التعاقد. يا دي المصيبه. طب والبنك؟ البنك هيطالبنا بسداد القروض وفوائدها، والعداد عمال يعد، هسد ده كله منين؟ انا كده رحت في ده. طارق حط كل اللي حلو وبقى عنده 20% من اسهم مصنع السكر. يعني خلاص جاب اخره؟ على الاخر، ده انا سمعت انه استلف فلوس من الناس عشان يكمل شراء الاسهم، اصل مكاسب المصنع جننته. حلو قوي. عايز بقى كام واحد من رجالتنا يطلعوا على اسامي البوليس ويعملوا محاضر يتهموا فيها مصنع البركه بان السكر بتاعه جاب لهم تسمم. تسمم؟ عايز الخبر ينتشر في الصحافه وفي الاعلام، عايزه يملى البلد. ايوه باشا، بس كده ممكن ياثر علينا لان المصنع ده بيورد لنا. بالعكس، ده هياكد مصداقيه الشركه بتاعتنا، لان احنا نفسنا هنفسخ التعاقد مع مصنع البركه وهنتعاقد مع مصنع تاني. هو ده الكلام يا سعد باشا. وبكده مصنع البركه سمعته هتتهز ومش بعيد يقفل فيها وكل المساهمين يضربوا تفليسه. عليك نور. حضرتك اللي عليك نور يا ابو مخ كبير، يا كايدهم. كايدهم وبس، ده انا هدمرهم. بانوا على أصلكوا بانوا. النهارده بقى يوم من أسعد أيام حياتي. ساكتة ليه؟ هقول إيه؟ المفروض تسأليني مبسوط ليه؟ وهيفيد في ايه السؤال وانا عايشه معاك في تعاسه؟ بس المفروض ان سعادتي دي تبسطك.
مش ده لو انا كنت عايشه معاك سعيده اصلا. بطلي بقى الاسطوانه المشروخه اللي انت قرفاني بيها دي. انت بقيت مش حاسس بيا وبقى كل همك في نفسك. هي الدنيا كده يا حبيبتي، محدش بقى بيفكر في حد الا عشان يحفر له ويوقعه. ايه كل الشر ده؟ ده مش شر يا حبيبتي، ده قانون الزمن اللي احنا عايشين فيه، وانت اول واحده كنت ماشيه معايا بالقانون ده، بس للاسف طلعتي غبيه وما احترمتيش ذكائي زي الحيوان التاني اللي انا مبسوط بسببه النهارده. افتكر انه خلاص قضى عليا، ما يعرفش ان انا زي القطط بسبعة ارواح. كلكم اغبياء اغبياء. اصل الذكاء ده يا روحي نعمه، نعمه ربنا ما بيديهاش غير للي يختاره. يا بخت من قدر وعافي. ما هو برضه يا روحي اللي يغلط لازم ياخد جزاؤه، ده غير عقاب ربنا ليه في الاخره. وانت ما بتغلطش؟ عمري ما كرهت حد ولا هاجمت حد، طول الوقت تصرفاتي بتبقى رد فعل لافعال ناس عملوها فيا. انت حقيقي قدمت الشيكات للنيابه؟ اه طبعا، وعلى فكره ده رد فعل طبيعي جدا لامتناع ابوك وامك من انهم يردوا الدين ليا. بس انت كده هتسجنهم. ما يروحوا في 60 داهيه يا حبيبتي، ولا انت عايزاهم ياكلوا حقي واسكت؟ وانا يا سعد انا ما فكرتش فيا. مش انا قلت لك يا حبيبتي، مش انا قلت لك انك زيك زي الكنبه والكرسي دول بالظبط، لو اتكسرتي عمري ما هبكي عليكي. منك لله يا سعد، منك لله. دلوقتي عرفتي ربنا؟ ما عرفتوش من زمان ليه؟ لازم تفهموا كلكم انه من هنا ورايح مش هسيب حقي. يا رب توب عليا من الانسولين ده بقى يا رب. ازاي ده يحصل من غير ما نعرف؟ الهبوط السريع للاسهم لسه حاصل ما بقالهوش ساعتين. يا دي المصيبه. وايه العمل دلوقتي؟ انا شايف اننا نستنى شويه ونشوف الايام اللي جايه مخبيه ايه. الكلام ده لو كنت حاطط جزء من فلوسي مش كل اللي حلتي. استاذ طارق لو التحقيقات اثبتت براءه سكرنا من كل حالات التسمم دي ممكن كل حاجه ترجع زي ما كانت. طب ولو حصل العكس؟ ساعتها هيعوض عليك ربنا. عوض عليا منين؟ انا كده هرجع شحات من اول وجديد. يا ريتني ما طمعت وحطيت كل اللي حلتي في سله واحده. ولا ايه؟ الفلوس اهي. ابني فين؟ شنواني. خد الفلوس وظبط الدنيا، اتاكد من حقي عشان اديك حقك. تلاقيش يا نعمه، 5 مليون كاملين عندك في الشنطه، مش ناقصين مليم. مش مهم، انا اتاكد رجالتي هيعدوا وادينا واقفين سوا. يعدوا؟ يعدوا ايه؟ انت اتجننتي؟ ليه؟ هو احنا ما عملناهاش قبل كده ولا نسيت؟ يا حبيبتي احنا في الصحراء، لو حد شافنا هتبقى مشكلة. أنا ما بهربش مخدرات، ولا اليومين دول بيقفشوا اللي معاهم عيال وفلوس. مفيش فايدة فيكي، مفيش فايدة فيكي، طول عمرك عنيدة وما بيهمكيش حد. أمال كنت فاكرني إيه؟ لقمة طرية هتمضغها وتهضمها بسرعة؟ ده أنا سمك. أنا ما أكلتكيش، افهمي بقى. أنا برضه أكلك يا نعمة. انا كنت بحاول احافظ عليكي. والنبي صحيح وحافظت؟ كان عندي امل ان ده يحصل. المبلغ مظبوط. ايه هو اللي مظبوط؟ مش معقول كده على طول مستعجل. ايه يا دول 5 مليون لحق؟ انا بشوفهم بقلبي قبل عناي، والبركه في الرجال. هات الوقت. عيب يا نعمه، انا مش هخدعك، ده انت حبيبتي.
حبك بورس ابنك اهو. يا اخويا اصبر شويه، مش كده على طول مستعجل يا ابن، اصبر لسه في حاجات ناقصه. لسه في ايه تاني يا نعمه؟ ورق الطلاق يا امور. صدقني نسيت. نعم يا اخويا انت هتستهبل. نسيت والله نسيت. الله اعذريني يا نعمه، المبلغ مش شويه، خدت وقت على بال ما لميت لك المبلغ، والحكايه دي نسيتني حاجات كتير كده. رجع الواد ورجع له فلوسه ومفيش عمليه. ليه بس؟ هو كده لما تبقى تجهز ابقى خد ابنك. ما تتممي العمليه يا ست نعمه، واما تخلصي بقى ابقى فكري في موضوع الطلاق ده. الله يكرمك خليك في حالك. بقول لك رجع الواد على العربيه ورجع له فلوسه. نعمه بلاش تعملي حاجه ممكن تندمي عليها. انا ما بتهددش، فلوسك هترجع لك، واما تجهز ورق الطلاق يبقى خد ابنك. لا ما انا ما قلتلكيش انا مش همشي من هنا الا وابني معايا. تهديد ده بقى؟ اه تهديد بس بالعقل. يا رجاله الخمسة مليون دول هديه مني ليكم، قصاد انكم تسلموني ابني، والست دي ما تسمعوش كلامها. ايه تخريب اللي انت بتقوله ده؟ اتجننت؟ ايه يا نعم في ايه؟ فرصه عمرهم وجات لحد عندهم، ما تسيبيهم بقى يختاروا، يا اما يبقوا معايا ويقبلوا الهديه والحياه تزهزه معاهم، يا اما يفضلوا معاكي ويعيشوا مدفونين بالحياه. مقبوله الهديه يا زو؟ ايه اللي مقبوله دي؟ انت جننت؟ والاتفاق اللي بينا كلته القطه يا عسل. خد يا كبير ابنك اهو، ونصيحه مني، سلموني في العربيه بسرعه. نصيحه مني اتطلقها اني كديه وبخيله وماسكه على الدنيا. يلا يا رجاله استنى عليا بس. انا مش قلت لك انا ما هتندش؟ بكره تيجي تبوسي جزمتي عشان اوافق بس اسامحك. يا ولاد الكلب اوعي تاني تتحديني يا نعمه، انا كان عندي استعداد ادفع قد اللي دفعته ده 10 مرات وما اشوفش نظره انتصار واحده في عينيكي. مش هسيبك يا نديم، والله ما هسيبك. وانا مستنيكي بس في الفيلا تيجي تبوسي رجلي عشان اوافق تعيشي تحت ظلي خاضعه وراضيه باللي انا اقرر اديهولك. باي باي. مساء الخير. ساتر انت ايه اللي جابك؟ مفاجأة مش كده؟ مفيش مفاجآت بعد اللي حصل. انت بتضحك على ايه؟ على غبائك. سعد انا مش ناقصك، كفايه اللي انا فيه. اصل منظرك وانت متضايق ومتشعوط كده يجنن بصراحه. انت جاي تشمت فيا؟ طبعا. هو ده موقف يعدي بالساهل كده يا صديقي العزيز؟ صديقك؟ قصدي اللي كنت صديقي. قبل ما تتصور بغبائك انك ممكن تخسرني وتزحزحني عن مكاني خطوة واحدة بس. انت عايز مني ايه؟ عايز اقولك ان انا اللي عملت فيك كل ده بذكائي يا غبي. يوه ما تصطادش بقى في المية العكرة. المية العكرة دي مكانك الطبيعي، ولا انت فاكر انك ممكن تستقردني وتعمل على قفايا ثروة عمر اهلك ما كانوا يحلموا بيها واسيبك؟ انت اصلا ما تقدرش تعمل اي حاجة. يا ابني ما كل اللي حصل لك ده انا اللي عامله. وايه يعني؟ عشان مصنعك لغى التعاقد مع مصنعي؟ بكرة 1000 مصنع تاني يتعاقدوا معايا. ومين بقى المغفل اللي هيتعاقد مع مصنع السكر بتاعه مسمم؟ كذب وتلفيق كمان. ايوه ما انا عارف، عارف انه كذب وتلفيق. بس اللي انت ما تعرفوش بقى ان انا اللي ملفقها لك. نعم؟ انا اللي خططت ودبرت وبعت ناس يعملوا فيك بلاغات عشان يخربوا بيتك يا صديقي العزيز. للدرجة دي يوصل بيك لانتقام مني؟ ده اقل واجب اعمله معاك. اخص عليك، ده انت حبيبي. ايوه بس انت ما ضرتنيش انا لوحدي، ده انت ضريت كل المساهمين.
وهم ما لهمش اي ذنب في كده. يا سلام يا سلام على قلبك الطيب. انا كل اللي املكه 20%. ايوه ما انا عارف، وعارف كمان ان 20% دول هم كل ما تملك في الحياه، وانك استلفت عليهم فلوس بالفايز. بس للاسف سمعة المصنع المنيلة مش هتخليك تعرف تسدهم. نسيت اقولك، اصله وانا جاي في الطريق عرفت ان النيابة امرت بان المصنع يتشمع بالشمع الاحمر. يعني انت رجعت شحات تاني. الله يخرب بيتك زي ما خربت بيتي. انت اللي زنيت على خراب عشك، وزي ما بيقولوا ضربة بضربة. بس زي ما انت شايف كده، انا ضربتي بقى ضربة معلم. ربنا يوريني فيك يوم يا سعد. ده بعينك. عارف ليه؟ عشان انا اذكى منك، ولما بقع بعرف اقف من تاني، لاني اصلي ونمرة واحد مش تقليد زيك. انا برضه احسن منك، وهتشوف انا هعمل فيك ايه. انت كمان ممكن تكون نمرة واحد، بس في الغباوة وقلة الاصل مش في التجارة. بص بقى، انا نصيحتي ليك تروح دلوقتي تشرب كوبايه شاي بلبن وتتغطى وتنام. تصبح على خير. ما تستهترش بيا كده يا سعد، انا برضو طارق. انت فعلا طارق، زيك زي الظرف الطارق بالظبط، بياخد له يومين ثلاثه وبيخلص. وانت خلاص يا طارق، يومينك خلصوا. مالك يا أشرف؟ مالك يا حبيبي مش عوايدة؟ حابس نفسك في أوضتك ليه؟ يا ريتها جت على الحبس وبس، ده حتى الأكل ما دقهوش من امبارح. مالك يا حبيبي؟ فيك إيه؟ مفيش يا ماما، اكتشفت إني ولا حاجة. بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده، طول عمرك راجل محترم ومال وهدومك وقد الدنيا دي كلها. ده اللي باين للناس بس، إنما الحقيقة حاجة تانية خالص. قوم يا حبيبي، قوم صلي ركعتين لله عشان ربنا سبحانه وتعالى يزيح الغمة دي عنك. مش قادر، مش قادر أواجهه. كل ما أحاول أقوم عشان أتوضى وأصلي ألاقي نفسي مش قادر. اتغلب على الشيطان يا حبيبي، قومه، اقدر عليه، أنت عمرك ما عملتها. أنا من ساعة ما وافقت إن آكل من المال الحرام وأنا بعمل حاجات عمري ما عملتها. زي ما يكون رجلي جت في بير ومش هطلع منه أبدا. بعد الشر عليك يا أشرف. يا حبيبي أنت عمرك ما بصيت للفلوس، وربنا سبحانه وتعالى عالم إنك أنت كنت مضطر للعملية دي. ماما عندها حق يا أشرف، انت عمرك ما كنت بتفكر في الفلوس دي ابدا. طول عمري بكره الفلوس وبحتقرها لانها بتذل النفوس. والغريب اني لما احتجتها كرهتها اكتر، لانها خلتني ابيع مراتي وابني بالرخيص. فكرت إني بيها بقى من لهم مستقبلهم. لكن يا خسارة، طلعت بجري ورا سراب. خير يا مدام حنان؟ ماله نديم؟ نديم بين الحياة والموت جوه مختار. لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه اللي حصل؟ نعمة طلقته. نعمة؟ مالها البومة وش النحس دي؟ ضربته على راسه وقع، محدش منطق. طب وهو كويس؟ طمنيني عليه. هو في اوضه العمليات جوه بقاله 4 ساعات مخرجش. طب ونعمة عرفت تهرب ولا مسكوها؟ قبضوا عليها وهتتسجن وتروح في داهيه ان شاء الله. طبعا ان شاء الله طبعا. يا دي المصيبه،
ادي اخرة المشي ورا النسوان. نجيب العوايب سليمة يا رب يا رب. مستشفى خير؟ تعيش وتزور يا اخويا. انا كنت ماشيه خلاص هستناك. ماشي، مع السلامه. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك ابد. لا اله الا الله. ايه سماحه يا بنتي، انت مش ناويه تروحي ولا ايه؟ سي مختار هيفوت عليا. ربنا يخليكوا لبعض يا بنتي. انت هتروح؟ اروح واسيبك؟ لا طبعا، انا هستنى بره لما يجي سي مختار واقفل معاكم. تعيش يا عم بشنت. عن اذنك يا بنتي. اذنك معاك. عم بشنت، عم بشنت، عم بشنت، انت عملت فيا يا مجرم؟ صفيت حسابي معاه وهصفيه معاكي. فين حقي؟ مالكش حق عندي. بقولك ايه، انا هنا يا قاتل يا مقتول. هتقتلني لو ما سمعتيش الكلام ونفذتي طلباتي؟ هغزك غزه اقطعلك بيها تذكره على الاخره. اعقل يا رجب، انت كده هتودي نفسك في داهيه. ما انا في الداهيه ذات نفسها، انا في الداهيه ذات نفسها. لكن لو سمعت الكلام وما انت معايا واديتيني ثمن البضاعه هروح لحالي ويا دار ما دخلك شر. يلا انجزي وطلعي مفتاح الخزنه. دي امانه في رقبتي، انا ما اقدرش اتصرف فيها. شكلك كده مش باقي على عمرك يا سماح. طب اديني فرصه لغايه بكره اشاور مختار واخواته، هم اصحاب المال. انا هشاورهم واقول لك النتيجه. نتيجه ولا تلميذ لسه؟ استنى النتيجه، انا عايز حقي. وقتي وقتي. عايز حقك؟ اه يا بنت المجنونه. لا استني عندي العوني يا بس. اخلصي اخلصي انجدوني يا قلب. ما حدش هينجدك من ايدي. اسكتي اسكتي اسكتي. يعني جوزك مش هيقدر يمشي على رجليه تاني. للاسف الاصابه كانت جامده. انت بتقول ايه؟ انا اسف ان انا بقول لك كده، بس دي الحقيقه ولازم نواجهها. لو مفيش اي امكانيات هنا احنا ممكن نسفره بره. صدقيني بره زي جوه. ادعي له بعد اذنك. حبيبي يا نديم. ايه ده؟ سماح سماح سماح. في ايه؟ الحمد لله. انا كنت خايفة اموت من غير ما اشوفك. بعد الشر عليك، بعد الشر عليك، انت هتعيشي بعد الشر. اسعاف الحقونا، في واحد ضرب مراتي بمطوة. بتبغت عبد الستار ليل عيل الصيرة. بتبغت عبد الستار ليل عيل الصيرة. بسرعة بص ايديك الحانة بسرعة. اوصل واي حد هيدلك. مفيش وقت، مفيش وقت يا مختار. انا حاسة اني هموت خلاص. بعد الشر، بعد الشر عليك يا ست البلو. مين اللي عمل كده؟ رجب سرق الخزنة ومشي. رجب؟ وإيه اللي صدرك لعيل زي ده؟ ما ياخد الخزنة ويولع ملعون أبو الفلوس. دي فلوسك يا سي مختار، وأنا عهدت ربنا يوم جوازنا إني لازم أكون أمينة على عرضك ومالك، حتى لو بتكلفني ده حياتي. أنت أغلى عندي من كنوز الدنيا. كلامك حلو أوي يا سي مختار. بس 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 بص ايديك ما تتكلمي. بص ايديكي ما تتكلميش لحد ما الاسعاف تيجي. انا حاسه اني خلاص انا هموت. كفايه عليا اني
هموت من ايديك يا مختار. ما تقوليش كده، دي الوحيده اللي اضحي بعمري عشانها. هاتي شر عليك، انت عمرك لسه طويل وهتعيش وهتخلف وهتفرح بعيالك. هتعيش يا سماح، هتعيشي. انت اللي هتربيهم وتعلميهم وتكبريهم يا سماح. هتبقي امهم. كان نفسي اخلف لك عيل يفكرك بيا. اوعى تنساني يا مختار. بس بس أنا بس يا سماح. انا بردانة اوي، انا بردانة اوي يا مختار، بردانة اوي. خدني في حضنك، خدني في حضنك. تعالي سماح، 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 ماشي. هو حضرتك مش فاكراني ولا ايه؟ والله يا بنتي من كتر الهموم اللي بتمر على الواحد ما بقتش فاكره حاجه خالص. نواشي خدمت الست سماح الله يرحمها، اللي جيت لك قبل كده هنا يعني، ولما اخذ حضرتك طردتيني. اه افتكرتك، وعشمانه بقى تسامحيني. العفو العفو يا ست الحاج. اصل كنت ظنه في المرحومه ظن السوء، عشان كده طردتك. دي الست سماح الله يرحمها كانت بلسم تتحط على الجرح يبرد. بس للأسف عرفت متأخر قوي، الله يرحمها، وندمانة في يوم من الأيام ان انا عملتها وحش، وطالبة من ربنا سبحانه وتعالى ان هو يسامحني. هيسامحك، هيسامحك ان شاء الله. ده انتي قلبك طيب وما تتخيريش عن المرحومة ابدا. مش عارفة ليه الناس الحلوة بتبعد عننا والناس الشر قاعدة على قلبنا. الا قوليلي، هي مين اللي كانت واقفة هنا من شوية وخرجت؟ دي فرحة مرات مختار التانية. والله بس بيتهيألي كده انها حامل، مش كده؟ اه حامل في 3 شهور، وربنا يتمم لها على خير ويعوض مختار ابني اللي اتحرم منه. يا دي النيلة، معقولة سي مختار يقع الوقعة دي؟ بالحق يا ستي، هو سي مختار فين؟ يعني عايزة اعزيه واخد بخاطره. قاعد في اوضته يا حبة عيني، حابس نفسه، مش عايز يقابل حد ولا يتكلم مع حد. طب يا ريت يا ستي تقولي له ان انا عايزه اعزيه وتطلبي منه انه ما يحرمنيش من الواجب ده. ده انا كنت خدمتهم ولا يمكن انسى ابدا ايامهم الحلوه. Thank you.
ده انت راجلي وحلم عمري اللي ما كنتش اعرف احلمه ولا اعرف احققه. انا بدعي ربنا ليل ونهار ان افضل عايشه جنبك حتى لو خدامه تحت رجليك. ما ينفعش اللي انت بتعمله في نفسك ده يا ابني، انت راجل مؤمن وموحد بالله. مش قادر، مش قادر، كل ما التفت حواليا بلاقيها لمست ايديها في كل حاجه، شامم ريحتها في كل نفس، حتى يا امي لما بغمض عيني بشوفها وهي بتضحك. يا حبيبي الحزن مش هيرجعها، انت كده دعي لها بالرحمه واقرا لها الفاتحه. يلا يا حبيبي في ناس كتير عايزين يعزوك. مش قادر يا امي، لا مش عايز اقابل حد، مش قادر اقابل حد، سيبيني لوحدي لو سمحتي. حبيبي ما يصحش كده، في ناس كتير عايزين يعزوك وجايين من اخر الدنيا، لا نعرفهم ولا هم يعرفوني. بعدين في نواشي دي مصره انها تعزيك. يلا يا حبيبي يلا، يلا يا حبيبي عشان تاخد عزا مراحتك، ما ينفعش كده. طب ما كانش عشان خاطري انا، عشان خاطر سماح مراحتك. اللي حصل يا نواشي؟ البقية في حياتك يا سيد الناس. حياتي؟ أنا عامل بقية حياتي وسماح مش فيها. ربنا يصبرك يا أخويا، وقادر ربنا يجمعكوا في الجنة مع بعض إن شاء الله. مش قادر أتصور اللي حصل، زي ما يكون كابوس ومش قادر أصحى منه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لولا إنك من ريحة المرحومة يا نواشي أنا ما كنت نزلت أبدا. تعيش يا أخويا، ربنا وحده يعلم انتوا غالين عندي قد ايه. تعيشي تعيشي يا نواشي. باقي في حياتك استاذ مختار، حياتك الباقي. سي مختار. ايوه نواشي. كنت عايزه اتكلم يا اخويا معاك في موضوع كده. خير؟ مش هينفع هنا، ممكن يعني نتكلم على جنب؟ ولا ناقص يا نواشي، لو عايزة فلوس ولا عايزة كام وخلصيني. لا يا اخويا فهمتني غلط، ده خيرك سابق، ده انت جمايلك مغطياني من ساز الراسي. ما الموضوع يا نواشي اللي عايزة تكلميني فيه؟ عايزة اتكلم معاك في موضوع يخصك. خير يا نواشي؟ اصلي عرفت ان مراتك التانية حامل. كان نفسي يتولد على ايدين سماح وهي اللي تربي، كان نفسي. حاسس ان الواد بقى يتيم الام من قبل ما يجي. مش كده، مش كده يا سي مختار، ربنا يخلي له امه. كان نفسي ابني امه تبقى سماح. مش لو كان ابنك بجد. ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ قصدي يعني انت اتاكدت ان الولد اللي في بطنها ده يبقى ابنك؟ انت بتخرفي تقولي ايه وليه انت؟ بصراحه كده يا سي مختار فيه سر عندي وانا لازم اقوله لك. سر ايه؟ اصلا يا اخويا من ساعه ما سبت الخدمه عندكم الدنيا لطشت بيا، فاضطريت بقى ان انا اشتغل عند دكتوره قليله الذمه، يعني كانت بتعمل عمليات مش كويسه للستات. وانا داخل ايه بالكلام ده؟ اصل ايه؟ ما تتكلمي. اصل مراتك التانيه جت عندنا وكان معاها واحد. مراتي؟ انتوا واحد مين؟ واسمه ايه؟ انا مش فاكره اسمه، لكن فاكره شكله كويس قوي. يومها الدكتوره ما رضتش تعمل لها العمليه لانها كانت حامل.
تقبل. عشان كده هو فتح علينا المطعم وخلى الدكتورة تعمل العملية بالعافية. عملية ايه؟ ترقيع. ترقيع ايه؟ يا سي مختار، دي حاجة كده تتفهم وهي طايرة. طبعا انت اتجوزتها وهي بنت بنوت، مش كده؟ انت يا بنت متأكدة بالكلام اللي بتقوليه ده؟ ده لولا انك غالي عليا انا ما كنتش قلت حاجة زي دي ابدا، وما كنتش فتشت سرهم. دي مسؤولية عليا، وانا لا يمكن اتبلى على حد في حاجة زي دي ابدا. بس دي كانت حامل، يعني دي انساب، يعني ابنها ده هيشيل اسمك وبعد عمر طويل هيورثك، وانا ما اقدرش اشوفك في البلوة دي وما اقولكش. ايه يا مختار، ايه اللي حصل؟ اللي بطلك ده ابن مين؟ ابن مين؟ ابنك انت طبعا. كدابة كدابة، انت كنت حامل في الواد ده قبل ما تتجوزيني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ لو مكدباني اجيب لك نواشي. نواشي؟ نواشي مين دي؟ نواشي مين؟ نواشي اللي كان شغال عند الدكتوره اياها اللي عملتي عندها العمليه يا فكره. طيب انت مين اللي كان معاك؟ مين ابو الواد ده؟ انطعي انطعي انطعي. رجب رجب رغني وضحك عليا، ولما حصل اللي حصل غصب عليا اتجوزك. رجب سامحني، حتة عيلة زيك انت تستخفزني انا؟ سامحني والله العظيم غصب عني، انا كنت بدور على اي حاجه عشان اخلص من المصيبه دي واستر على نفسي. استر على نفسك؟ انت شطانه. ابو سعيد ابو سعيد سامحني. انت طعنتيني بالسكينه في ظهري. ارجوك ارحمني ارحمني. انت اللي زيك ما تستاهلش الرحمه. انت طالق طالق. يا مختار ايه اللي بيحصل ده يا ابني؟ ان ما كنتش خايف عليها خاف على ابنك اللي ببطنها. مش ابني. مش ايه اللي ببطنها ده؟ مش ابني. امال ابني مين؟ ابن رجب. رجب يا دي العار، يا دي المصيبة. ايه؟ انا في كابوس؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل لنا ده؟ في ايه؟ خير، في مجموعة من المسجلين خطر تم القبض عليهم امبارح يا اشرف، فانا قلت استدعيك جايز اتعرف على حد منهم، خصوصا ان احنا ظبطنا معهم اسلحة آلية زي اللي استخدمت في العملية بالظبط. يا ريت يا باشا اشوف. ابدأ العرض يا ابني. اه يا ولاد الكلب إيه؟ انا هموتكوا يا ولاد الكلب. ايه ده يا اشرف؟ ايه ده؟ مش كده؟ اهدى ازاي؟ انا بسببهم دمروا حياتي. انت متاكد من الكلام ده يا اشرف؟ انا لا يمكن انسى الاشكال دي ابدا. انت يا ابني اللي ضربت نار على اشرف باشا وهربت المساجين اللي معاه؟ مش انا يا باشا، انا اول ما اجي اشوفه. عموما احنا هنقارن الطلقه اللي في كتف اشرف باشا وعربيه الترحيلات بالاسلحه اللي معاكوا، انما لو طلعتوا انتوا اللي عاملينها بقى اقسم بالله العلي العظيم لو اديكوا ورا الشمس. ده قضية أمن دولة. يالا أنت وهو أمن دولة يا باشا، أنا مش هعرف حاجة. عموما لو في حد وزكوا على حاجة زي كده قولولنا، ولو اعترفتوا ده في مصلحتكم. أديني بقول لكم أهو. أنا مفيش دعوة يا باشا، أنا هوجع لكل حاجة. مين اللي قالك تعمل كده؟ أنت. واحد اسمه الشنواني يا باشا. شنواني؟ مصيبة يا سعد. خير؟ في إيه؟ البورصة وقعت. وقعت إزاي؟
مش بورصتنا احنا بس، دي البورصات العالمية كلها بسبب أزمة الديون العقارية اللي في أمريكا. وإحنا مالنا احنا ومال أمريكا؟ مالنا إيه يا سعد بيه؟ ده في بنوك كبيرة فلست وشركات كبيرة هتقفل. يا دي المصيبة، يا دي المصيبة. الواضح كده إن العالم داخل على أزمة اقتصادية صعبة جدا، وهتاخد في وشها الكبير قبل الصغير. سعد بيه، في أخبار مش كويسة يا فندم. مش كويسة أكتر من كده؟ المستورد الإيطالي بعت فاكس بيلغي فيه الاتفاقية اللي بيننا وبينهم عشان ضعف السيولة عندهم. هذه المصيبة. ده غير إن أسهم مصنعنا وأسهم كل المصانع في النازل، الوضع في انهيار. المعلم مختار غريبة، أنت آخر واحد كنت أتخيل إنه ممكن يزورني. مقبولة مقبولة يا ابن الناس يا متربي. دي ناس غصب عنك، انت اللي بتكلم، ما تبرش فيك المعروف يا خسيس. لا يا معلم، انت اللي ابتديت بالشر يوم ما طردتني من المدبغة زي الكلب. اديتك فرصة اكتر من مرة، بس انت حالك ميل وعمرك ما هتتعدل. حال من بعده يا صديقي. اخرس، انا انضف منك ومن الف واطي زيك. سبتك تلف حول رقبتي بمزاجي، وفي الاخر تطعمني بضهري وتخطف اعز انسانه من قلبي. ما قتلتهاش، ما قتلتهاش يا معلم، دي خطه عملوها فيها اولاد الحرام عشان يخلصوا مني. بس يلا اخلص، كذاب وسخ. انت ظلمني يا معلم، وانا اللي قلت المعلم مختار هو الوحيد اللي هيصدقني. اصدقك زي ما صدقتك في فرحه بنت البنوت اللي جوزتها لي. فرحه؟ اه فرحه، اللي حامل منك مش مني انا. مين اللي قال التخريف ده؟ ولا بنت اعترفت بكل حاجه. انت العبيطه. انا العبيط عشان صدقتك وامنت التعبان زيك. لازم تتاذي، ولا انت عايز تقعد تاذي في الناس، تاذي في الناس من غير ما يجي يوم وتشرب من نفس الكاس؟ يا مين يناولني رقبتك وانا قرقشها؟ يا عم بقى، انت والاغنياء اللي زيك فاكرين ان انتوا اشتريتوا الفقراء اللي زيي بفلوسكوا. لازم يجي يوم وتتذل زي ما ذلتني. ولا انت مش من الفقراء، انت من الناس اللي اتعاملوا عشان يتشربوا زي السيجاره واتداس عليهم بالجزمه في الاخر ويموتوا. بس الموت لك رحمه، انا مش هناولها لك. ناوي تتعدم بدالي ولا تهربني بالسجن؟ هجيب لك اكبر محامي يا رجب عشان يخرجك براها، عشان تقف قدامي راجل لراجل مع انك مش راجل. أخليك تتمنى الموت، تشتهيه من اللي عامله فيك يا رجل. بس خلي بالك بقى، لا تخرجني وتيجي تقتلني أقتلك. زيارة انتهت. هتيجي تقتلني هقتلك. كلب. تنظيم؟ تنظيم إيه؟ والله يا باشا أنا ماليه ذنب، أنا كنت مجرد واسطة. واسطة لمين يا قط؟ وحياة ولادي، وحياة ولادي. اتفضل يا أشرف باشا. انت بقى شنواني، انت اللي خططت وهربت مني المساجين؟ مش انا والله العظيم. انا امال مين يا ابن الكلب؟ امي. لا اخوه. ولا كلم الباشا عادل. يالا والله العظيم اخوك مختار هو اللي طلب مني كده، وانا نفذت المطلوب بالحرف. مختار انت كويس يا اشرف؟ اخويا لو مش مصدقني اساله. هات واعمل بينا مواجهه. لسه ما اتخربش. كل حاجه راحت، كل حاجه، كل حاجه راحت من زمان، بس انت اللي ما كنتش داري. كل حاجه كنت حاسبها صح، بس الضربه المره دي جت مفاجاه ولكل، والازمه عالميه ومش هينفع معاها ذكاء. ذكاء ذكاء، فلقتني يا اخي بذكائك ده، ويا ريته صح. ده انت اغبى انسان في الدنيا. اخرصي. لا مش هخرص،
وهتكلم وهفضحك في كل حتة. اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. أنا طول عمري راجل محترم، وعاري الوحيد إن ارتبطت بواحدة فجرة زيك. أنا أشرف منك ومن 10 زيك، وإنت عارف كده كويس. ولا أنت هتكذب الكذبة وتصدقها؟ كذبة كذبة. المهم إيه اللي مزبوط في محاضر الشرطة؟ وكتر ألف خير إن رضيت أخرجك منها. يا ريتك يا أخي ما خرجتني، كان عندي أهون أتحبس واتفضح ولا إنيش أصطبح بوشك. أنت للدرجة دي بتكرهيني؟ مش قلتلك غبي؟ اخرس! أنا عمري ما كنت غبي. لا غبي، وما عندكش لا أخلاق ولا مبادئ، وكمان قلبك ميت. أنت إيه؟ ما عندكش دم؟ مش عايز أسمع صوتك. أنا فيا اللي مكفيني، اخرسي بقى. لا مش هخرس، وهقول للدنيا كلها إن أنت مش راجل وما عندكش نخوة. هي حصلة؟ اللي يلبس مراته قضية شرف عشان يجبرها تعيش معاه يبقى ما عندوش لا كرامة ولا نخوة ولا شرف. أنا أشرف منك. أنا ما اتلوثتش إلا من يوم ما عرفتك. أنت السبب في كل البلاوي اللي أنا عايش فيها دي، عشانك أنت دوست في الوحل ويا ريته بيتمر. أنت نقطة سودة في حياتي ولازم أخلص منها، لازم أمحيها، لازم أقتلها. هقتلها هقتلها هقتلها. رشا رشا رشا، انا ما كانش قصدي. رشا، انا كنت هعاقبك شويه بس كنت هرجع اصالحك تاني. رشا رشا رشا، قومي كلميني، قومي عشان خاطري. بلاش بلاش، عشان خاطري، عشان خاطري بنل. إسعاف؟ أنا مراتي قطع النفس. اللي حصل؟ أشرف، ما ينفعش. قرارك ده ممكن يدمر مستقبلك. أنا مش عايز انفعالاتك تخليك تعمل حاجات ترجع تندم عليها. خلاص يا مدحت، مبقاش ينفع الكلام. مش معنى إن أخوك أذنب يا أشرف يبقى أنت تستقيل. صدقني يا مدحت، خلاص أنا بقيتش أنفع ظابط وما استحقش الشرف ده. الكلام ده مش مظبوط يا أشرف. أنا من رأيي تفكر شوية قبل ما تنفذ قرارك. فكرت. قول لي يا مدحت بالظبط،
انتوا ناويين تعملوا ايه في القضيه؟ طلع امر بالقبض على مختار اخوك باعتباره المتورط الاول في جريمه تهريب المساجين والتحريض على قتل العساكر، وطبعا هيتم التحقيق معاه. مدحت، انا عايز اطلب منك طلب. وامر يا اشرف. انا اللي عايز اطلع مع القوه عشان نروح نجيب مختار، مش عايز حد يدخل بيت العيلة. أرجوك يا مدحت. أيوة أشرف، بس ده هيبقى صعب عليك قوي. مش مهم، المهم أعرف أخويا عمل كده ليه. عشان إيه بالظبط دمر حياتي؟ قلبي وجعني من كتر اللف والتخبيط، كل ما اتمنى حاجه واحاول اطولها اضيع في دهاليزها، واول ما المسها واحس انها بقت بتاعتي تروح مني. انا ربنا غضبان عليا، ربنا ما بيحبنيش. لا يا حبيبي، بالعكس ربنا بيحبك فابتلاك عشان ما تتجبرش بقوتك على خلق، بيكسرك عشان تلجأ له. اللي انت فيه ده يا حبيبي خير مش شر. خير وتسماح، الانسانة الوحيدة اللي حبيتها من قلبي سماح. يا تسمي ده خير؟ كان لازم تتصدم يا حبيبي في اعز الناس عندك عشان تفوق من السكينه اللي سرقاك. وابني، ابني اللي طلع، طلع مش ابني. بتسمي ده كمان خير يا ابا؟ احمد ربنا يا حبيبي، احمد ربنا ان ربنا بعت لك اللي ينورك ويقول لك الحقيقه قبل ما يتولد، وتفرح بشوفته وتدي له اسمك. ساعتها بقى جرحك مش هيبقى له دواء. ضربتين كانوا جامدين قوي يا عم.
ضربتين كانوا في قلبي. يا عبيد، ربنا سبحانه وتعالى مديك فرص كتير عشان تلجأ له وتتوب. أتوب من إيه؟ أنا عملت إيه غلط؟ ما أنا بسمع كلامه. ومالك الحرام؟ بتسميه إيه يا ابني؟ ده ورث من أبويا، أمانة وسابها لي في رقبتي، ولازم أحافظ عليها وأحافظ عليكم عشان ما تتبهدلوش يا ماما. صدقيني يا أمي، والله العظيم أنا عملت كده عشان أحافظ عليكم مش عشاني لوحدي. ربنا أهدر يا حبيب، يغنينا بالحلال بدل ما الحرام ما يسمم أيامنا ويخسرنا كل حاجة أكتر من كده. كنت فاكر إن الفلوس هتغنيني ومعاها مش هيبقى فيه مشكلة، بس يا خسارة ما جابتليش غير القلق والتعب في جمعها وحسد الناس وحقدهم عليا وأنا بصرفها. ما ريحتنيش زي ما كنت فاكر. في حاجات كتير يا حبيبي ما نقدرش نشتريها بالفلوس، منها البركة وراحة البال. استهدى بالله يا حبيبي وسلم أمرك لربك يسلمك من كل راض يا رب. سامحيني يا أمي، أبوس إيدك، سامحيني. بسامحك يا حبيبي، بسامحك بسامحك. خلاص يا أمي، أنا هخلص من كل المال الحرام اللي عندي، هتبرع بيه للفقراء والمساكين، يمكن ربنا يبعد لعنته عني ويغفر. بس أنت سامحيني يا النبي. سامحك يا حبيبي، إن شاء الله ربنا يغفر. مختار أشرف، تعالي أشرف، أخوك خلاص قرر إن هو يتنازل عن كل ماله الحرام مهما عمل. تفتكري ربنا ممكن يقبل من الشيطان توبة؟ ليه بتقول كده على أخوك؟ ده بدل ما تشجعه على توبته؟ أخويا اللي بعت ورايا مجرمين عشان يضربوا عليا نار، أخويا اللي حرم ابني من العلاج، أخويا اللي أذاني في شغلي، لويت دراعي وجريت رجلي في الحرام غصب عني، أنت لا يمكن تكون أخويا. في يا أشرف؟ إيه الكلام اللي بقول أخوك ده يا مختار؟ رد عليا، الكلام اللي بقول اخوك ده مظبوط؟ انت وزيت الناس المجرمين دول عشان يؤذوا اخوك في شغله ويموتوه؟ عملت كده عشان مصلحتنا. مصلحتنا انك تتآمر مع مجرمين على اخوك؟ اللي يقتل ممكن يعمل اي حاجه عشان مصلحته. يقتل؟ كان غصب عني يا امي، كانش قصدي. كمان لوست ايديك بالدم يا مختار؟ ضحايا كتير واخرهم مصطفى اللي اتهموه بداله من الظلم انتحر. انت يا مختار، انت تعمل كده؟ انت تعمل كده يا مختار؟ لا لا لا. يلا من سكات، لا فارغ السلاح في دماغك. ترى يا اشرف انت جننت ولا ايه؟ انت بتعمل ايه يا اشرف؟ وسع من سكتي، لازم اقبض عليه. عايز تسجل اخوك بايديك؟ ما تقوليش اخونا وما تفكرنيش بالاخوه. لا افكرك، وان كان غلط في حقك فمن حقه عليك تفتكر له اي معروف عمله معاك. مهما افتكرت مش هقدر انسى انه شدني في الطريق اللي ضيع مراتي وابني. كنت خايف عليكم، افهم بقى يا اخي، كنت خايف عليكم اكتر من خوفي على نفسي. ما كانش في دماغي غير اني امن الثروه اللي هتامن لنا مستقبلنا، حتى لو كنت هودي نفسي في 60 داهيه عشانكم. حاولت ارجعك على اللي في دماغك حتى لو بالقوه، طالما شايفك ماشي غلط. وكده بقى دليته على الصح. كل واحد على قد دماغه بقى، فهزار ان في ناس دماغها شر عليها، شكلي واحد منهم. ارجوك يا اشرف اديله فرصه اخيره بحقق الاخوه اللي بينا. ما اقدرش، طلع امر بالقبض عليه، واكراما لبيت العيله انا ما خليتهمش يدخلوا معايا. اكراما لبيت العيله؟ يا فين العيله دي؟ العيلة راحت وخلاص، خلاص انتهت، عمري راح عشانكم، ضيعت عمري، يا خسارة تربيتي فيكم، يا
خسرتش عمري حليم. عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب، عوضي عليك يا رب. يعني خلاص هتسجنه بايدك؟ ده امر ولازم انفذه، وانا مش هنزل لك كلمه عشره. انا لا هقاوم ولا ههرب. خلاص تعبت من لف ودوران، عايز اهدى بقى. يمكن السجن يكون لي دواء. انا همشي، همشي يا امي، همشي عشان ترتاحوا مني. اتفضل يا اشرف، انا جاهز يا اخويا. اشرف بتعمل ايه؟ انا عليك اخوك تحط الحديد في ايده. سامحوني كلكم، والله كانت نيتي سليمة، بس خانتني الطريقة. معلش بقى، عيل جاهل وغلط. مختار